نعم بالفعل صلاح، بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يصدر تباعا طيلة ساعات اليوم صباح هذا اليوم. ذكر هذا البيان بأن كل من المناطق الواقعة على خط التماس من جنوب البلاد إلى شرق البلاد تعرضت لهجمات صاروخية، وأيضا استهدفت القوات الروسية البنى التحتية في كل من مدينة خرسون وميكولايف وميكابل وأراضي أيضا واقعة ضمن منطقة سيطرة القوات الأوكرانية في منطقة زابيروجا. هذا فيما يخص البيان من الجهة الجنوبية. أما في الذهاب إلى المناطق الأكثر سخونة وهي مقاطعة دونيتسك، وفقا لبيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قالت بأن الجيش الأوكراني صد ما يقارب 16 هجوم من قبل القوات الروسية المتمركزة على تخوم مدن أفديفكا وسويدار وباخمود. يحاول الجيش الروسي تكثيف هجماته الصاروخية على هذه المناطق، لكن الجيش الأوكراني يؤكد تموضع قواته في هذه المناطق، خاصة وأن هذه المناطق الثلاثة المذكورة هي خط الدفاع الأول على المناطق الأكثر استراتيجية ومركزية الواقعة شمال مقاطعة دونيتسك وهي سلافيانس وكراماتوز. كذلك أيضا تعرضت بنى تحتية في مدينة خاركيف لهجمات صاروخية، وكذلك أيضا مستمر القتال في المناطق الواقعة جنوبي مدينة خاركيف وهي كوبيانسك وأيضا ليمان. أما بالذهاب إلى العمق في مدينة بخمود، تشهد هذه المدينة معارك مد وجزر بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية. بين الحين والأخرى القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية في هذه المدينة، لكن القوات الأوكرانية تتصدى لهذه المدينة، خاصة وأن المدينة محصنة منذ أكثر ما يقارب 8 أعوام، وأن القوات الأوكرانية وفقا لما يقوله البيان ما زالت تتمركز وتتموضع في تخوم مدينة بخمود. صلاح عامر العروقي مراسل الغد كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا.